شهدت اللمسات الأولى لتأسيس هذه الجمعية. أتذكر كثيرا حماس الشباب والرجال المؤمنين الذين انضووا فيما يشبه المؤسسة، أطلقوا عليها في ذلك الوقت جمعية حسينية ولم تأخذ الصفة الرسمية، ولكنهم كانوا يعملون باسم الحسين، فتارة يسمونها جمعية حسينية وتارة تكون جمعية خيرية، لكنها كانت بالفعل جمعية وإن لم تكن معلنة. أتذكر في العام 1962 أو ما يقارب هذا التاريخ أن قام ذلك الشباب بالاجتماع لتأسيس جمعية. هذه الجمعية كان مقصدها الأكبر وهدفها الأبرز هو تسيير المواكب العزائية على سيد الشهداء الحسين بن علي. في الستينات، بداية الستينات، تبارى أولئك الرجال، وأذكر منهم المرحومين أو المرحومين الحاج حسين بن علي آل شيخ حسين، حاج عبد الله بن حسن بن سرحان، حاج علي بن جاسم بن مدن، إبراهيم حبيب الصميخ، ومجموعة أخرى من الرجال والشباب في ذلك الوقت، وكنت أنا أحد هؤلاء الناس، وكان عمري في ذلك الوقت لم يبلغ 16. في أثناء الاجتماعات برزت أهداف أخرى، فإذا بفكرة الجمعية الحسينية تكبر وتكبر لتصبح ليس فقط تسيير مواكب العزاء، وإنما إقامة مأتم حسيني يلم شمل القرية. وبرزت أيضا من أهداف هذه الجمعية الأعمال الخير. لم تكن هناك في ذلك الوقت جمعية خيرية ولا صندوق خيري، فجاءت فكرة الأعمال الخيرية بمختلف أشكالها وأنواعها، وهي المهمة التي تتولاها الآن الجمعية الخيرية في النويدرات. وبالفعل تبارى الشباب اجتمعوا وضعوا دستور لهذه الجمعية، وقد حكى لي أخ أنه رأى هذا الدستور موجود في خزائن الجمعية، يعني هذا الدستور الذي كتب باليد موجود في خزائن الجمعية، في وثائق الجمعية. نعم، كانت فكرة أن يوضع دستور أو ميثاق أو وثيقة لهذه الجمعية الحسينية، كتب بخط اليد وخضع للمراجعة، وكان ممن راجعه سماحة الشيخ المغفور له، سماحة الشيخ منصور الستري، راجعه وعلق عليه، ثم أخذنا هذا الميثاق أو هذا الدستور، إذا جاز لي أن أقول دستور، فذهبنا به إلى دائرة العمل. في ذلك الوقت لم تكن هناك وزارات، كانت هناك دوائر للدولة، وكان رئيس الدائرة هو الأستاذ جواد سالم العريض، فعرضنا عليه هذا الدستور، والذين تكفلوا بهذه الزيارة هو أنا
والأخ عباس الحاج عباس البربوري الله يفرج عنه ويرزقه إن شاء الله العافية والصحة. وفعلا تم فتح حساب للجمعية في البنوك، حسابان في الجمعية فتحنا إليها، وابتدأنا في شراء الأرض، شراء قطعة أرض اللي هو مقر المعتب الحالي. كان في ذاك الوقت السعر زهيد جدا، يعني لا تتوقعون أن سعر الأرض في ذاك الأرض هو 270 دينار، يعني 2700 ربيع. اشتريناها وبدأ إقامة دكان على الأرض الجمعية ليدر على الجمعية. ثم بدأت الأعمال الجمعية، ولكن في زحمة الانشغالات الكثيرة وفي زحمة التضارب الأهداف، رأى بعض الإخوة أن يختصر عمل الجمعية الحسينية على المواكب العزائية وعلى المعتم الحسيني، وأن تتخلص الأهداف الأخرى. ثم تولى شباب آخرون إدارة الجمعية، وأنا في هذه المناسبة يعني أذكر الإخوان بالأعمال اللي قام بها بعض الأفراد اللي يشار إليهم بالبنان في هذا المجال، بالذات عن الحاج حسين بن علي وحاج عبد الله بن حسن بن سرحان عليهم رحمة الله. هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في تأسيس هذه الجمعية. الكل شارك في تأسيس هذه الجمعية، لم تكن هناك مشكلة من المآتم القائمة، يعني كما كنا نتصور أن تكون هناك مشاكل مجابهة من المآتم الحسينية القائمة، بل وجدنا دعم من المآتم الحسينية، وفعلا مشى الشباب بعقلانية جيدة إلى أن تم بناء الصرح في البناء الأول، وصارت الجمعية الحسينية وصار المعتب الحسيني وصارت القراءة الحسينية، وصار هناك فعلا جمعية حسينية تسير الموكب العزائي ومسؤولة عن العزاء. ثم كبر المشروع، وها أنتم ترون المشروع اليوم. رسالتي وتحيتي لإخواني ولأخواتي، وأن يتسع أفقهم إلى مزيد من العطاء وإلى مزيد من المثابرة وإلى مزيد من تحقيق الأهداف الحسينية. فإحنا نتمنى أن نكون في ركب الحسين ونلبي نداء الحسين عندما دعا هل من ناصر ينصرنا، فنقول نحن أنصارك يا حسين. نصرتنا للحسين هذه الأيام في هذا الطرح، أن نتبنى ونشجع الفكر الأصيل لأهل البيت.